السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنشتغل دلوقتي الفصل الثالث، بقدر الامكان هنشتغل سين وجيم على طول. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب احمد توكلنا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرب حمد كده على طول. السؤال الاول عندي مغناطيس اهو بيقترب من الملف، مطلوب ايه اللي يحصل لاضاءة المصباح؟ طيب هنا الفكرة الاساسية انه انا المصباح ده عنده مصدر تيار كهربي، فده اللي بيخليه يضيء. اقتراب او ابتعاد المغناطيس هيعمل لي هنا قفز الكاف مستحس، تمام، لحظيه في فتره التغير دي. فاذا كانت هتكون في مع البطاريه يبقى يحصل زياده لحظيه، اذا كانت هتكون عكس البطاريه يحصل نقصان لحظي. طيب هنا اذا اقترب المغناطيس اثناء اقترابه، طبعا لو انا مش شايف اللي تحت خالص ده ماليش دعوه بيه دلوقتي، اقتراب المغناطيس بشماله تبعا لقاعده لينز، المغناطيس هيمر في التيار بحيث ان هو يعمل لي هنا قطب ايه شمالي وهنا جنوبي، ده مستحس، تمام. طيب انا بقى التيار الاصلي اساسا ماشي كده، تمام، فبالتالي الاقطاب الاصليه هنا ان وهنا اس، يبقى هنا المستحس بتاعي اللي جه كان معاكس للبطاريه لحظيا، يبقى الاضاءه هنا هتقل لحظيا اثناء اقتراب المغناطيس. المجال المغناطيسي المؤثر على الحلقه ده هو بيقول لي هنا ماذا يحدث لإضاءة المصباح عند زيادة ولا نقص انقاص الفيض المجال المغناطيسي، تمام، انقاص شدة المجال المغناطيسي. أما نقص المجال المغناطيسي ده إيه اللي هيحصل؟ يبقى الملف دلوقتي بيتعرض لهذا المجال ويتناقص، فالملف هيتولد في قاف دال كاف مستحسة بحيث تقاوم الإنقاص فيولد مجال في نفس الاتجاه، فعشان يطلع مجال في نفس الاتجاه يعني الى الداخل، تمام، يعني هيمر قافده الكاف مستحسه في الاتجاه ده، هنلاقيها هنا ماشيه مع البطاريه فتحصل زياده لحظيه في التيار اللي هتعمل زياده لحظيه في الاضاءه، يبقى هنا يحصل زياده لحظيه. طيب تمام. اللي بعديها لو انا عندي ريوستات بيقول لي حدد اتجاه التيار في الحلقه، حدد اتجاه التيار المستحس في الحلقه، المستحس في الحلقة عند تقليل الريوستات. حلو. طيب التيار بتاعي ماشي كده. كويس. وأنا بقلل الريوستات يعني هو هيزيد. زاد التيار. طب هو عامل مجال مغناطيسي في شكل نقط. لو استخدمت إيديا اليمنى هلاقي المجال المغناطيسي بهذا الشكل. طالع لفوق، ماشي. كده أهو. تمام؟ طب لو المقاومة المتغيرة بتقل يبقى التيار سير بيزداد، وهو بيزداد المجال المغناطيسي دوت هيزداد، فعشان الملف يقاوم الزيادة هيطلع مجال مغناطيسي يعكسه. طب عشان يعكسه يبقى هو هيطلع مجال في صورة مجال اكس تحت. اكس يعني يمرر تيار مستحس في هذا الاتجاه مع عقارب الساعة. مع عقارب الساعة عندي مغناطيس بيسقط، تمام، انا بس عشان بيان الدقة، المغناطيس ده وهو بيسقط او المغناطيس متعلق، تمام، واثناء سقوطه لو خلينا دي دلوقتي مثلا ايه حلقه كده بالشكل ده، كويس، اثناء اقترابه ايه اللي هيحصل؟ هيولد قطب مشابه للقطب المشابه هنا. فانا لما اقول له هنا يبقى هيمر التيار في الحلقه في انهي اتجاه؟ عكس عقارب الساعة، بس لازم أقوله في الوجه العلوي. هنا بقى عشان الحلقة أنا هبص من الوجه العلوي أو نقول الوجه القريب من المغناطيس. المواجه للمغناطيس. ده أثناء الاقتراب. تمام؟ عكس عقارب الساعة. وده هيسبب التنافر، ده هيسبب تباطؤ في سرعة بتاعة النزول. تمام؟ اللي هو السؤال اللي جه قبل كده مع حلقة مفتوحة. مفتوحة مش هيولد حاجة تعكس. هيبقى في قفز الكاف مستحس بس مفيش تيار مستحس. فمش هيبقى في تنافر. ماشي. وطبعا بقية السؤال إن هو لو عدى بقى المغناطيس أو لما هيعدي يعني هيبعد بالجنوب، وأثناء الابتعاد هيبقى الوجه السفلي من الحلقة هو اللي فيه إيه؟ شمال. يعني القطب ده اس، ده اس هيولد هنا ان عشان يجذبه حسب لينز. طيب عندنا بعد كده الجزء بتاع طبعا تجربه فاراداي، قانون فاراداي، قاعده لينز، الحاجات المباشره دي. طيب في النوع اللي هو بتاع 2008 وانا مش عارف بصراحه يعني هو يعني هيكرر دي
وانا شايف ان هو يقدر يكررها احسن من الاول. اللي هو ايه بقى؟ انهي؟ اللي هو احنا كان عندنا في الفصل الرابع ال v بتساوي ال دلتا اي على دلتا تي، فقلنا ان ال v تتناسب مع دلتا اي على دلتا تي، فلما رسمنا الاي التيار قيمة عظمى يبقى القوة دفعة صفر وهكذا، تمام، مع التي رسمنا الفي بمنتهى السهولة، اشتقناها من الميل بتاع الرسمة، وبقت الدنيا عاملة كده بسهولة قوي. طب وبالمثل في الفصل الرابع برضو الاي بيساوي الفصل الرابع برضو الفصل الرابع كان السي دلتا في على دلتا تي، فلما رسمنا الفي مع التي خدنا منها الاي مع التي بنفس الاداء. دايما لما يكون ده التغير قيمه عظمى يبقى القيمه بتاعه الاي بتتناسب مع دلتا في عدد. ماشي. طب احنا دلوقتي عندنا في فاراداي الاي ام اف تتناسب مع دلتا فاي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، حلو، فيبقى الاي ام اف هتتناسب مع سالب دلتا فاي على دلتا تي على دلتا تي. طيب انا دلوقتي لو عندي هنا الفيض وهنا الزمن مثلا، خليها الزمن التي، وعملنا مثلا يبدأ الفيض من فوق او من تحت، زيادة من الصفر اهو، وبعدين ثبات، تمام، وعندنا خلينا بقى مش نزول تاني بقى، خلينا الحتة اللي جت بتاعت 2008 نفسها اللي هو عملنا كده بقى. لا انا مش عاوز، دي كان فيها خطا في المساله اصلا. ماشي، بس ما هو بس دلوقتي احنا خلينا نتكلم بقى على الواقع اللي بقى عندنا. احنا بقى دلوقتي ده عندنا بناء على ان احنا هنشتغل، ما هو الطالب كان ساعتها في 2008 ما عندوش حاجه رياضيه شغال عليها، انما هنا دلوقتي بقى الموضوع واضح جدا. انا هو عايزني بقى دلوقتي بيقول لي ملف يتعرض لفيض يتغير بهذه الكيفيه. هم كان بدأوا من اول هنا. ماشي احنا بقى عايزين نعملها كده اهو. انت زودت بقى عليها كذا حاجه. عشان ايه؟ يبقى خدنا جميع الاحتمالات. ادي الفاي وادي التي. عاوز اي ام اف، لازم اقول له كلمه المتوسطه. ايوه. الاي ام اف متوسط الاي ام اف. كويس. وادي التايم. طيب احنا المبدا اللي انا شغال بيه ان الاي ام اف هتتناسب مع سالب دلتا فاي على دلتا تي، كويس، اللي هو الميل. فانا ممكن اجهز الميل مع نفسي، اللي هو الميل هنا يا استاذ احمد موجب وقيمته ثابته. طب والميل هنا صفر. طب والميل هنا موجب كبير، موجب صغير، موجب صغير، صفر. طب والميل هنا سالب، هنا صفر وزيد، سالب سالب سالب، وبعدين هنا ايه؟ صفر، وبعدين هنا سالب ثابت. التغير كده يبقى خلص. لان هنا لما يجي يشتغل ياخد دي كده اهو، انزل تحتها دي في الفتره ديت، مش انا عندي الميل موجب يبقى القوه وثابت. دفعه سلبه، ايوه، وثابته قيمه ثابته، يبقى انا هنا هعمل كده اهو. طب هنا صفر، الميل صفر، مفيش تغير، يبقى هنا. طيب وهنا نخلص الثانيه الاول، صفر هناك، خلص دي الاول. ماشي. دي صفر وديت صفر، موجبه هتبقى فوق بقى، ايوه، بنفس القيمه لو كان الميل هو هو، تمام. نيجي فاضل هنا بقى، الميل هنا موجب ماكسيموم، اي ام اف هتبقى سالب ماكسيموم. طب وانا طالع كده الميل بيقل، الميل عمال يقل لحد ما ينعدم. يبقى هنا الاي ام اف هتنعدم في صوره كيرف كده، ايوه. طب وهنا هتمشي العكس، يزيد في السالب، تزيد بس في الايه؟ سالب، وفي الموجب عندك، ايوه. ده اللي جت في الامتحان، وبعدين نرجع كده اهو، بس عليها بقى 100 شك. خلاص. هو كده انا عرفت ده الحته اللي لميتهم كلهم. بس كان في الامتحان بقى اللي كانت غلطه في الامتحان، مش هي دي الغلطه، كان بيقول لك ملف يدور وكثافه الفيض بتتغير، الاثنين تو فاريبل، الاثنين بيتغير، لكن هو صح لا يكون ملف هو ثابت وده اللي بيتغير، تمام. بس كده. طيب عندنا بعد كده مساله تلم لنا جزء ثاني. المساله اهي عندنا ساق طولها متر، بتتزق فبتتحرك بسرعة 2 متر على الثانية، تمام؟ في مجال مغناطيسي 500 ملي ويبر على المتر المربع، يعني 500 تسلا. 500 لا، وهنا في ملي،
ما عم تسلا مين اللي يبقى تسلا؟ نص نص تسلا، نص تسلا. نص تسلا تمام. وعندي هنا مقاومة 6 اوم، وعندي هنا مقاومة 3 اوم. اول حاجة عايزين نحدد اتجاه التيار في الف ب والجهود. التيار لما نيجي نمشي هنا طبعا بطلع انهي ايد؟ اليمنى. قاعدة اليمنى. لأن السلك بيتحرك هنطبق قاعدة فين قاعدة اليمنى عشان طب نجيب التيار في السلك ده. بقفل الايد اليمنى، المجال المغناطيسي لتحت. السبابة اهو، بطلع السبابة بس لجوه، الحركة الابهام دي مع الحركة، يبقى التيار المستحث لأسفل هنا. ليه كده؟ تمام، يبقى هنا التيار هيشتغل كده. كويس طيب وبعدين يتحرك هنا وهنا، كويس فيبقى من به لألف، كويس. وهنا هيبقى في الاتجاه ده كده. كويس. تمام. طب هو بيقول لي الجهود، طبعا هنا التيار عرفت خلاص انه به لألف. الجهود لو انا ايوه. ركزت مع السلك ده، السلك ده في الدايرة هو المصدر الكهربي، والمصدر بيزود الجهد. يعني انا لو حطيت هنا نقطة سين وهنا نقطة صاد. صاد، يبقى التيار لما بيمشي هنا فيبقى في مرحلة زيادة جهده. كأن ده هو بطارية بالظبط. والبطارية تلف في السالب للموجة. يبقى الجهد هنا بيزداد يزداد خلال الساق، ترى الساق. ويرجع يقل خلال المقاومتين، ويرجع يزداد تاني. يبقى هنا جهد الصاد أكبر من جهد السين. تمام. طيب هو عايزين بقى قيمة التيار في الستة، وقيمة التيار في الثلاثة، وقيمة التيار في الساق. احنا نجيب القوة الاي ام الدفع اف الأول هتساوي بي ال في نص في واحد في ساين اتنين سيتا، يطلع بواحد، نص في واحد في اتنين، والساين سيتا بواحد كمان. يبقى واحد. طبعا معلش، السيتا هنا بالاتجاه الحركة اللي هو اتجاه ده، الحركة والسرعة اللي هو ده والمجال. تمام كده، واتجاه المجال المغناطيسي اللي هو ده، فالحركة هنا عمودية. طيب هنا هيبقى طبعا البي ال في ساين سيتا هتطلع زي ما حضرتك قلت ايه، 1 فولت. طيب الواحد فولت ده هو الجهد هنا، هو الجهد هنا، تمام. فيبقى التيار هنا مجرد النظر سوتس امبير، وهنا تلت امبير للي مركز قوي، يعني ان الجهد هنا زي هنا، طبعا. او ان الطالب يقول ان المقاومه الكليه دول توازي. اتنين تمام. اتنين، ويبقى التيار العمومي بتاعنا نص، ويفرع بقى النص دوت، هنا فهنا وهنا هيبقى سوتس سودس امبير، وهنا وهنا هيبقى تلت تولت امبير. امبير. ماشي. طيب النقطة اللي بعد كده، القوة اللازمة للتحريك بسرعة منتظمة. لازم سرعة منتظمة. انا عشان احرك دي في الاتجاه ده، هو عاوز يحركه فين؟ في الاتجاه ده كده، انا عشان احرك يا استاذ احمد، هو دلوقتي ما قالش انه في احتكاك بين القضيب ده عادينا وبين خلاص السلكين، اهملنا مفيش الشغل، احتكاك. مفيش احتكاك. طيب انا اول ما هيتحرك ويمر تيار، كويس. هيبقى في تيار ماشي عمودي على مجال مغناطيسي، ففي كده قوة مغناطيسية. اتولدت قوة مغناطيسية تعاكس اطلع التيار لها انهي ايد؟ اليسرى. اليسرى، المجال اللي جوه والتيار لتحت، يبقى والقوة اهي. الحركة. القوة اهي، يبقى في قوة مغناطيسية تنشأ معاندة لاتجاه التحريك، ودي قاعدة عامة ما هياش صدفة هنا المرة دي. يبقى الراجل ده عشان يستمر في التحريك بسرعة منتظمة لازم يستخدم قوة مساوية للقوة المغناطيسية اللي نشأت. يعني أقول القوة اللازمة للتحريك المفروض تساوي سالب الاف بي كاي، يعني لو احنا هنقول الاتجاه. القوة المغناطيسية. ان هي بقى بس بالنسبة للمقدار مش هتفرق، يبقى بالنسبة ايه المقدار تساويها ده، بالمقدار. الاف بي، طالما عايز احرك بسرعة منتظمة، الاف بي هتساوي بي اي ال ساين سيتا، البي بنص، والاي قيمتها احنا جبناها انت بقى، الاي ممكن اللي ماشي فيها تجيبها. بقى نص برضو. تمام. والال بواحد، لان احنا جايبين الاي هنا بنص، والساين سيتا بواحد، فيطلع الناتج ربع نيوتن. ماشي. تمام. روحت السقف وهي بتدور كده بتدور افق بتقطع المركبه الراسيه، تمام. ما فيهاش جدال. تمام. طب لما اجي اجيب الاي ام اف المتولده في ريشه واحده، تمام، انا القانون هجيبه من فرادي اسهل، هي لها طريقتين. ليها طريقتين، لا نجيبها بس من فرادي اسهل بالفرادي لان مش احنا، هيغلط الطالب. طيب احنا هنا من فرادي، انا لما اجي اقول من فرادي هنقول اي ام اف بتساوي دلوقتي، ادي المجال المغناطيسي اهو، نعم، وادي ريشة المروحة اهي، كويس، فبتتحرك كده اهو. تمام. الاي ام اف المتولدة فيها من فرادي سالب، او سيبنا من السالب خالص، الان لفة واحدة ملفة طلعت. واحدة. تمام. البي ثابت، المتغير هو المساحة خلال زمن معين. بس طب انا عشان اعمل المساحة كلها لازم اخد زمن دوري، يبقى الاي ام اف هتساوي بي اي على التي، الزمن الدوري او بي اي اف،
فالمؤلف ما عليه ان هو يقول لي مروحه سقف طول الريشه كذا سنتي اللي هي اجيب منها المساحه من باي ار تربيع الار اللي هي طول الريشه تدور بمعدل وهيديني كذا دوره في الدقيقه او كذا دوره في الثانيه انا اطلع منها كذا دوره في الثانيه ده الاف ويديني لو اداني المركبتين الراسيه والافقيه او اخد بالي ان مروحه السقف وهي بتدور بتقطع المركبه الراسيه بس تمام يبقى دي البي. طيب ساعه الحائط برضه نفس الكلام بس هتقطع ان المركبه امتى ساعه الحائط محطوطه على حائط ايه راسي بس يكون الحائط من زي طب مش ممكن نغلس ونخليها ساعه حائط محطوطه على مكتب بس انت قلت حائط يبقى ساعه حائط بقى وانا ساعه مكتب حائط مع الحيطه مكتب يبقى على الارض طيب يبقى تقطع الافقيه ساعه حائط بتحط على الحائط لما هتيجي تدور هتقطع المركبه الافقيه ده احتمال بشرط تكون محطوطه على الحائط يمتد من الشرق الى الغرب نفس الكلام اللي عشان تقابل خطوط الفضل اللي جايه من الشمال للجنوب وهتتحل بنفس المنطق ده بي اي على تي تمام هيبقى البي كثافه الفضل اللي هو مدهاني اللي هي الافقيه باي ار تربيع وار طول العقرب الاي طول العقرب هو المساحه باي ار تربيع عشان تمام. بس الزمن معروف الدولي. بقى تمام. 60 ثانيه تمام العقرب ثواني طيب وممكن تحط على تتحدى على انه سلك مستقيم بس ياخد باله ان السرعه هنا هياخد متوسط السرعه طيب ودي مش ما يغلطش فيها طالب في مساله هنا سريعه اهي اللي هو النوع ده من المسائل لما يقول لي مثلا في الدايره دي لو انا قللت الريوستات خلاص اللي يحصل لاضاءه المصباح نمسكها حته حته نقلل الريوستات حلو قوي نمسكها حته حته والله العظيم عارف حضرتك ليه نمسكها حته حته دي ما شوف احمد ما بتتحفظش بقى دي بقى اصل ممكن اديك على دي خمس ده هي بالظبط ممكن اديك على ست مسائل يبقى ست. انا لازم ممكن اغير السؤال. ست حاجات على دي بالظبط هنا انا قلت زودت المقاومه ولا نقصتها انا قلت نقصت المقاومه ده الملف اللي انا بنغير فيه ده الابتدائي ده الثانوي اللي انا بلعب فيه هو الابتدائي تمام قللت المقاومه ولا زودتها قللت المقاومه يبقى التيار زاد التيار ماشي كده اعمل التيار التيار اهو كويس يبقى انا اخطابي هنا ان واس هنا ان واس التيار بيحصل له ايه بيزيد يولد هنا فين يبقى كاني بقرب يبقى يتعمل لي هنا شمالي وجنوبي دبلنس ده المستحس هنا شمالي وجنوبي والتيار اللي يمشي يولد ده شمالي يكون ماشي ازاي ما خلاص هنا التيار الاصلي ماشي كده ده التيار الاصلي انا بقول لك التيار بقى اللي هيجي ماشي ما هو احنا نعمل التيار الاصلي التيار الاصلي اقطابه ان هنا واس هنا حلو يبقى هنا هتتولد قاف ده الكاف مستحسة معاكسة للبطارية اللي هنا إنه إس. يبقى الإضاءة هنا هتقل لحظية هنا بقى فيها كذا تغيير ممكن يزود المقاومة ممكن يقللها ممكن يخلي الموجب هنا والسالب هنا ممكن يعكس هنا ممكن يعكس هنا برضو السالب والموجب يعني ممكن يعكس اللفات ده كذا حاجة تمام يبقى درجة الدرجة خدها كويس واحدة. النوع اللي بعديه الحس الذاتي عندنا مسألة ممكن تبقى مسألة معتادة ناخد المسألة دي مسألة بتاعت معدل النمو هنروح لمعدل النمو هناخد الأول مسألة عادية شوية بسم الله الرحمن الرحيم ملفان A و B متجاوران تمام حاسس ذاته متبادل بقى عشان نبقى خلصنا منها وفرضي كمان طول المحور كل طول المحور في كل منهما 20 سنتي و A مقطع لكل منهما 10 سنتيمتر مربع ومديني الميو بتاعه الحديد باعتبار ان هو في حديد هنا يعني عندما مرت في ايه في الملف ايه تيار 5 امبير احسب كل من الفيض المغناطيسي المار في الملف ايه عادي بقى احنا نجيب الفيض المار الفيض مش كثافه الفيض ايوه الفيض وهنا بيسهل عليا برضو الفيض اللي هيمر في الملف ايه بيساوي طبعا هنا تسميه الملف ايه وبي دي سيئه يعني المفروض كان اكس واي احسن عشان ما ادخلش الرموز اللي عندي هيبقى البي بتاعة الملف ايه ضرب المساحة بتاعته كويس طب والبي هتساوي ميو ان اي على ال محور في ضرب ايه تمام الميو عندي باتنين في عشرة اس سالب تلاتة الارقام احنا نقول والان 500 والاي هو ال 5 والال محور 2 من 10 والمساحة قايل 10 في 10 اس سالب 4 ال 500 في الاثنين راحت ديت 5 على 2 من 10 يعني 25 لا 250 ماشي 25 ايه بقى ده بيس ويبر ايا كان انا بعوض ضرير القانون ازاي عشان الطالب يحاول مش ماشي عايز بعد كده الفيض المغناطيسي المار في الملف بي
علما بأن 20% من الفيض يفقد في آه الهواء. حلو، يعني مش هيقول لك الفيض هنا هو اللي قطع هنا، آه يبقى أنا هنجيب الفيض اللي يقطع الملف بيه هو 20% من ال 20% ضعف ضاع، يبقى الهواء 80% من الفيض اللي أنت بالظبط، جبته. يبقى 80% من أو 80% في 25 هيطلع الفيض بتاع اللي قطع ماشي، الملف هيطلع المفروض 2% أو 20 من 1000، ماشي وبرضه لو دي صح أصلا. ماشي طيب بعد كده عايز ايه بقى؟ عايز معامل الحث المتبادل بين بينهما. الاثنين. معامل الحث المتبادل بينهما، انا انا ممكن اجيب القوة الدافعة في الملف بي. طيب انا عندي اي ام اف اللي هتتولد في الملف بي بتساوي سالب عدد لفاته هو ام دلتا انت عدد اي على دلتا تي بتوع الملف بتاع ايه تيار الابتدائي تيار الابتدائي، بس نسويها بقى. يساوي سالب ان بتاعته ايوه هو بتاع اللي بيه البي دلتا فاي اللي معديه عنده هو على دلتا تي، على شيل دلتا الدلتا تي تي. مع الدلتا تي واشتغل. نشيل دي مع دي والسالب السالب مع مع السالب، السالب يبقى انا عندي معامل الحث المتبادل في التيار هيساوي بتاع الابتدائي. ان بي ماشي. وفي الفاي بتاعت بي على الاي بتاعت ايه، كده كله جبت عنده. معامل حث ماشي. متبادل. طيب عايز معامل الحث الذاتي الذات للملف ايه كأني بنفس مفيش بيه الاداه. خالص، نفس الكلام بس نحط اي ان. ام اف للملف ايه بتساوي سالب ال دلتا اي اي على دلتا تي بتساوي سالب ان دلتا فاي اي على دلتا، بعد حذف دول هيبقى عندي ال ال بتساوي ان اي فاي اي على اي اي، كل حاجه عندي هجيب ال ال. كويس. عايز متوسط قفد الكف في في الملف ايه عند انعدام تياره خلال 1 من 100 ثانية يعني عاوز القوة الدافعة المستحثة في الذاتية الملف. في الملف. انا دلوقتي عندي هنا لو بصيت قال لي اذا انعدم تياره. التيار هو اللي انعدم. طيب انا عندي دلوقتي اتجاهين، ممكن اجيب ايه؟ انا عندي الان ايه معلومة والدلتا وعندي فاي الفين ايه، ما عندي. هو قال لي انعدم، انعدم يبقى برضه هنا يبقى اصبح هي دلتا فاي هي القيمة اللي انعدم، لان الدلتا فاي بالظبط ناقص صفر. هتبقى زيرو ناقص ايه ناقص فاي، ما هو انعدم فاي 2 ناقص فاي 1 صفر صفر. ناقص المهم صفر. ما لا ما انا عايز بقى هنا عشان الاشاره برضو ان عدم يبقى هيولد ايه؟ طردي ما يبقى موجب على طول. طول. طيب والدلتا تي عندي، عندي خلاص. وعشان اتاكد ان انا حلي صح انا ال اللي جبته من الخطوه اللي فاتت احل من هنا احل بيها برضو كمان مره. هنلاقي الجواب هو تمام الجواب هو هو. طب عايز ايه كمان؟ في عايز اي ام اف متوسط قفد التالي. الكاف المتولده في بي عند نمو تيار ايه خلال 10 ثانية. ارجع بقى هنا كده اهو، الان بي اصلا عندي معلومه والدلتا فاي معلومه، بس لان هتبقى ايه قال ان إيه هنا نمو التيار نمو التيار في هيبقى قد فاي ايه؟ 2 هنا بقيمه الفاي خلال 1 على 10 ثانية، ابقى واخد بالي بس من التعويض واحد وعوض هنا هتديني قيمه، وعوض هنا باستخدام الام اللي انا جبتها في هتجيب الخطوه لك اللي قبلها هتديني نفس نفس القيمه. القيمة. المساله دي رغم انها يعني ممله شويه الا انها ده ثابته تقريبا شاشة. في الامتحان. طبعا دي مسائل امتحانات كتير. ملف معامل حث ذاتي 6 من 10 هنري. ملف معامل حث ذاتي 6 من 10 هنا. يبقى ال ال بتاعتي ب6 من 10 هنري. طيب ومقاومته 15 اوم. كويس. 15 اوم موصله ببطاريه 120 فولت ملهاش مقاومه داخليه. كويس. مطلوب معدل النمو لحظة في الملف عند لحظه التوصيل ولحظة وصوله ل 80% من العظمى مثلا. الأول أستاذ الأول أحمد خلينا نتفق. احنا عاوزين نعرف القوة لما الملف لحظة الغلق بيولد فيه قوة عكسية، يا ترى القوة العكسية كله عارف انها قوة عكسية لكن هي كام؟ قد البطارية. قد البطارية بالظبط. رد فعل. يعني هو 120 فولت آه. يبقى الاي ام اف العكسية 100 سالب 120. طيب يعني حاول يعني اتفق معايا كده في اللي أنا هعمله دلوقتي اللي هو قانون لمعدل نمو التيار. أنا لو أنا قلت في أي لحظة في لحظي في الملف اثناء النمو تمام، مش هي بتساوي في باتري ناقص اللي بعكسه بقى. ايوه الاي ام اف الذاتيه العكسيه. تمام. طيب يبقى لو دي انفكت السالب ده السالب بتاع فاراداي هو هو، يبقى سالب ال دلتا اي على دلتا تي. كويس. مفيش سالب تاني. ودي الفي باتري ثابت وده وده اي لحظي ار. ماشي. لو انا عايز اخلي دي كده ما دي معدل النمو يبقى انا هجيبها هنا، يبقى دلتا اي على دلتا تي بتساوي في باتري ناقص اي لحظي ار، والال دي تيجي تحت على كل يبقى دي
علاقة ثابتة أستخدمها طول الوقت. هو عايز معدل النمو امتى بقى؟ لحظة الغلق. الغلق أول أول ما نغلق هيولد قوة زي قوة البطارية. ماشي حلو. ممكن إيه بلغة تانية، أنا لسه قافل أي لحظة بصفر. مثلا تمام؟ يبقى الفي باتري بعوض عنها زي ما هي ب 120. أيوه. والإل زي ما هي ب 6 من 10 كويس ناقص 0 في 15. يبقى معدل النمو هيبقى معايا 200 أمبير لكل ثانية. كويس. طيب لحظة وصول التيار إلى 80% من العظمى، يبقى أنا أجهز الأول العظمى. العظمى أي ماكسيموم هيساوي في باتري على آر. الآر كم عندنا؟ لأن العظمى هتكون ماتت الإي إم إف العكسية خلاص. يعني 120 على 15 8 أمبير. 8 يبقى أنا هنا هعوض بال 120 زي ما هي، والال دي بستة من عشرة ناقص الاي لحظي هيبقى 80% من التمانية يعني ستة واربعة من عشرة في 15 هيطلع الناتج تقريبا 40 امبير لكل ثانية. طب افرض هو عايز بقى الرسم. الرسم ولحظة ما يوصل للتيار قيمته العظمى يبقى معدل النمو كام؟ ادي الاي. هيبقى معدل النمو وصل قيمة العظمى معدل النمو صفر، وادي التي يبقى هيمشي التيار يزيد ينمو لحد ما يوصل قيمة عظمى ويثبت، لأن بعد ما يوصل لقيمته العظمى اللي احنا حددناها كم أمبير هيبقى معدل النمو صفر، يبقى التيار يفضل ماشي بقيمة العظمى. وده اسمه زمن النمو. اسمه نمو التيار في ملف الحس. زمن النمو. تمام. تمام. النقطة اللي بعد كده هنروح للدينامو احنا. ماشي. احنا كده عدينا ده. طب سريعا ملف عديم الحث اللي هو ملف ملفوف. ملف مزدوج. هو يعني ايه تطبيق العملي على كده؟ هو الملف مزدوج هو فيه ثلاث حاجات. الملف الملفوف لفه مزدوج ينعدم ثلاثه، ينعدم الفيض المغناطيسي الناتج عنه في الباب الثاني، في الباب الثالث ينعدم الحس، في الباب الرابع يبقى ملهوش مفاعله حسيه. يقول لك ملف عدد لفاته كبيره، ماذا يحدث عند لحظه فتح دائره الملف؟ لا جاب سيره ملف حس ذاتي ولا يحزنون. هو بيقول ملف عدد لفاته كبيره ملفوف حول قالب حديد، ماذا يحدث لحظه الفتح؟ لحظه الفتح نقول له يحدث شرر كهربي عند المفتاح، تفسيره اللي احنا هنقوله ده. طيب من اشهر الاسئله المعتاده هنا بتاع ما معنى ان ما معنى ان معامل الحس الذاتي نص هنري او معامل الحس المتبادل بملفين نص هنري الطالب يركز عليهم، دول مش هنقولهم عشان الوقت. اسئله كده يا جماعه. الدينامو، الدينامو مثلا لو بدا الدينامو من الوضع العمودي بيتولد فيه قوه دفعه متردده. في الحاله دي لما يبدا من الوضع العمودي فانا عاوز نجيب التردد يساوي اف مثلا، يبقى الاي الفي افكت او الاي افكت بيساوي في ماكس على جذر 2، والفي افرج خلال نص او ربع دوره بنضرب الفي ماكس في 2 على باور، والباور بتساوي اي ماكس في ماكس على 2، لان دي على جذر 2 وده جذر 2 يبقى على 2. طيب ملحوظه يا استاذ احمد معلش. هو دلوقتي لما احب اجيب متوسط قاف دال كاف في المتولده في ملف الدينامو خلال واقول مثلا ربع دورة. أيوة. بدءا من وضع الصفر. ساعات بتيجي اثبت او احسب. طبعا. تمام. فهنا طبعا كلمة متوسط قاف دال كاف يبقى على طول الطالب يروح لفارادي على طول نجيبها لفارادي. تمام. اي ام اف الاي ام اف هنثبتها له بقى سالب ان سيب السالب دلتا فاي على دلتا تي فاي 2 ناقص فاي 1 او خليها ماشي سالب ان. هو ايه العنصر اللي اتغير في الفيض اثناء الدوران؟ طالما دار ربع دوره او نص دوره الفيض كان الاول عمودي بقى صفر. يبقى التغير في الفيض هو بي ايه؟ طيب ثواني بس عشان هو انا عايش عشان التعميم. التغير في اولا هنا ثانيا هيكون هنا في الزاويه. طبعا دار البي اي ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 كل ده على دلتا تي. كويس. دي قاعده يمشي بيها على طول في النوع ده من الاسئله. فيقوم بقى بالراحه كده اي ام اف هتساوي سالب ان تنزل زي ما هي. هو الراجل قايل خلال ربع دوره يبقى الزمن بتاع التغير ربع الزمن الدوري. كويس. تمام. والان هنا نزلت والبي اي نزلوا. طب السيتا 1 لازم يفتكر كويس
انه لو المجال المغناطيسي عامل كده هو ده بدءا من وضع الصفر، يبقى الملف في الوضع الاولاني اللي هو ده كان عمودي. عمودي يبقى اساسا السيتا في قانون الفيض غير السيتا في قانون الدينامو، لازم يصحصح الفيض ان السيتا بين المجال والملف اهي 90، ولما يدور ربع دوره يبقى هيعمل افق كده اهو، يبقى الزاويه هتبقى 180. طيب يبقى هنا ساين 90 دي بواحد، وساين 180 بصفر، صفر. يبقى صفر ناقص واحد، يبقى هنا انا عندي سالب واحد. كويس تمام. السالب ده مع السالب ده تمام، وهيبقى عندي الأربعة دي هتطلع فوق ان بي اي، التي هتطلع فوق واحد على التي على بإف أو أوميجا على 2 باي على طول، أوميجا على 2 باي، بالاختصار هتطلع 2 على باي، وده كده على بعضي هيبقى اي ام اف ماكسيمم. كويس. يبقى ده متوسط قاف ده الكاف خلال ربع دورة يبقى بدءا متوسط. من وضع الصفر. ربع دورة زي النص دورة. زي النص دورة. لأن النص دورة برضو هنقسم هنا، هيبقى هنا 2 بس يبقى الزمن الضعف. تمام. يعني الزمن ضعف الربع، يعني نص زمن الدورة. طيب هو هيطلع هي على الشكل البياني برضو عشان هو يبقى مقتنع، يعني هرسم على الشكل البياني. ده الربع دورة الأولاني. المتوسط بتاعنا تمام هيجي في جزء منه هنا. هيبقى هنا طبعا هو هيبقى اعلى من النص شويه اللي هو بقى القيمه دي كده. طيب لو رسمنا الحته دي لوحدها برضه زيها. زيها، فعشان كده الحتتين دول مع بعض المتوسط بتاعهم هو سهل. هو. طيب او نقول له لان معدل تغير الفيض ثابت في الحالتين، اللي هي الدلتا فاي ضعفت والدلتا تي ضعفت. طيب معدل طيب. تغير ثابت. لو انا هشتغل كده يبقى هيبقى متوسط قاف ده الكاف خلال برضو 3/4 دورة زي الربع زي النص، وخلال الدورة الكاملة زيهم. إنما لو هشتغل بالشكل ده لا، يختلف الربع عن النص عن الثلاث أرباع. الربع والنص زي بعض. الثلاث أرباع نقسم على ثلاثة. الثلاث أرباع هيبقى نقسم على ثلاثة، ده بالمنطق يعني كده. قيمة الربع على ثلاثة. ولو عوضت هنا هيبقى نفس الأداء ده، بس الزمن هتبقى السيتا 1 هتبقى قيمتها بواحد. طب والسيتا 2 انا هدور ربع بقت 180، كمان ربع بقت 180، كمان ربع هبقى هتصبح الثلاث ارباع موازيه زي الربع. هبقى عملت زاويه 360 فهبقى صفر برضو، فيبقى دي صفر ناقص واحد، بس هنا هيبقى في ايه؟ ثلاث ارباع الزمن الدوري، ففي ثلاثه في المقام زي يبقى دي زي الثلاثه. تمام. بس احنا بنقول له كده سريع عشان يبقى عارفها الطالب. طيب والباور هتبقى بقى ايه؟ الباور ثابت، اي ماكس في ماكس على 2، لان دي على جذر 2 وده جذر 2، واحنا بناخد الباور القيمه الفعاله. تمام. لكن لو كان القيمة العظمى دي زي انت ما قلت دلوقتي كده، بس هيبقى هنا نفس الكلام، 2 في ماكس على باي بس. لان هنا احنا اتفقنا 2 في ماكس على باي، وهنا 2 في ماكس على باي برضو. لو كان نفس الكلام الربع، بس هنا القوة دفع في ربع زي النص زي الثلاث ارباع زي الدورة كاملة. ولا زي كلك متى تكون القوة الدفع مهمة أو صحيحة. معلش قولها تاني. دي بقى لو كان عاوز التردد. هنا المصدر ده تردده كان اف، لو انا عملت موجي كامل يبقى التردد 2 اف. لان عدد المتغيرات في الثانيه ضعف عدد المتغيرات هنا. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كانها نبضات يعني. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هو تعريف التردد عموما هو عدد مرات تكرار الحركه الدوريه ممتاز. في الثانيه. صح. تمام. يعني انا عندي مثلا بندول بيعمل كده. تمام. هو بيكرر الحركة الدورية كذا مرة في الثانية. طب انا لو خليت البندول يعمل كده خلاص، يبقى دي برضو ايه؟ التردد بتاع الحاجة دي. لو حاجة بتلف كده عادة متغيرة في الثانية. طب بالنسبة بقى دلوقتي للإلكترونات في الدائرة الخارجية بعد ما الطيار القوم، الإلكترون كانت بتعمل كده. تمام. هتعمل كده يعني اتجاه واحد. في اتجاه واحد. لا مش في اتجاه واحد صح، هتتحرك كده في اتجاه واحد صح. هيبقى التردد بتاعها تضاعف. يبقى بنكرر تاني يا جماعه، لما بقوم التيار، يعني خلينا نقول مساله، انا عندي دينامو الملف بيدار 50 دوره في الثانيه. تمام. كويس. في الدايره الخارجيه لو المصدر ده متردد، يعني عندي حلقتين، هيبقى التيار تردده 50 دوره في الثانيه برضه. كويس. 50 هرتز. تمام. طب انا لو حطيت اسطوانة مشقوقة، هيبقى الملف لو بيدور 50 دورة في الثانية هيبقى التردد بتاع التيار موحد الاتجاه بره، هيغير اتجاهه مرتين في الدورة. يبقى هيتقال هنا ان التردد 100 هرتز. تمام.
وهنرجع برضه للسؤال بقى مشابه في الحته دي بس بتاع الازهر. طيب ماشي. هنا بقى لو كان مقاوم تقويم نصف موجي يبقى الفريكونسي هي اف برضه، لان عدد متغير في الثانيه، ما هو ده ثانيه واحده بس اللي اتغيرت. تمام. ويبقى الفي ماكس على 2 يدينا الفي افكت مش على جذر 2. تمام. ويبقى القيمه المتوسطه في نص او ربع في ماكس على باي مش 2. ويبقى الباور اللي هي في ماكس في اي ماكس على 4. ده ولا اثباتات طبعا دي انا مش اضح تاني. اضح تاني. لو التيار موحد الاتجاه تمام وقومناه كده اهو تقويم نص موجي، نص موجي هيبقى التردد هو 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 زي الحاله دي، زي الحاله دي. اه لان انا شايف بره في الثانيه نبضه واحده. اه الفي افكتيف بقى يا جماعه هيبقى هنا نص الفي ماكسيمم مش واحد على جذر 2، نصها. اه لان هنا بصوا نص الطاقه ضاعت. اه نص الطاقه ضاعت، نص الطاقه ضاعت، فهيبقى هنا ايه الفي ماكسيمم على 2. كويس. وهنا هيبقى المتوسط برضو نص الطاقه ضاعت، هتضيع ضيع الاثنين دي. طيب ايه تاني يا استاذ احمد جديد؟ لو انا هنجيب له مثلا سؤال زي كده، انا عندي دينامو بدا من الوضع العمودي وبدا من الوضع الموازي، انا عاوز نعرف ده مثلا دورتين في الثانية عدد مرات انعكاسه في واحد ثانية. لو بدأ من الوضع العمودي الطبيعي يبقى عدد مرات انعكاسه 2 اف ناقص 1، وممكن الطالب يحلها. ادي انعكس مرة 2 3 هو دورتين يبقى 2 اف ناقص 1. جت في امتحان قبل كده صح؟ اه جت في امتحان الازهر. الازهر السنة اللي فاتت. طب عدد القيم العظمى في واحد ثانية، القيم العظمى 2 اف لان كل دورة مرتين. طب عدد مرات وصوله للصفر عندنا في الكتاب المدرسي 2 اف زائد 1. طب لكن لو بدا من الوضع العمودي ده، لكن لو بدا من الوضع الموازي وكان التردد بتاعه اف يبقى عدد مرات انعكاسه 2 اف بس، حتى دول اهو دورتين عدهم الطالب هتلاقيهم 4. طب عدد القيم العظمى 2 اف زائد 1 لان بدا بقيمه عظمى. عدد مرات وصوله للصفر 2 اف بس مش 2 اف زائد 1. ده بالنسبه للحالتين دول عشان اضطرك لها في امتحان يبقى نعمل. يبقى المنطق الرئيسي ان الطالب يرسم يرسمه لو تاه يرسمه ويعمل يرسم عدد صغير ويعمل عليه قياس منطقي، يعمل يا اما دورتين في الثانيه 3 بس ويحسبها كده على طول تبقى بسيطه بالنسبه له. انا كنت عاوز اقول حته في المحول. طب لا ولا نخلي المحول بعد ما نخلص الدينامو ناخد عليه مساله ولا حاجه؟ الدينامو مساله بسيطه الاول. انا لو قال لي الدينامو يعطي قاف دال كاف تبعد العلاقه اي ام اف ايوه بتساوي 200 ساين 18000 تي. ال 200 دي جت مكان الايه؟ دي الماكسيمم، لان الماكسيمم. هو الاي ام اف اللحظيه بتساوي اي ام اف ماكسيمم ساين اوميجا تي. حلو. فيبقى ال 200 دي هي الماكسيمم، هي الماكسيمم. طبعا انا الطالب عندي اي ام اف ماكسيمم بقت معاه بتساوي 200 فولت، اقدر انا اقول له طب هات لي الفعاله. خلاص تمام، هيضرب لي الماكسيمم في 1 على جذر 2، واقدر اطلب منه في اي لحظه اخرى. تمام. طيب هنا بقى ال 18000 دي اللي هي اوميجا تي، الاوميجا ب 18000 ياخد باله ان دي بالديجري على الثانيه مش بالراديان على الثانيه. يعني ايه ديجري؟ هيبقى الباي بكام هنا بقى؟ ب 180 طبعا. طب عايز يحولها للراديان على الثانيه، يبقى التحويل. الاوميجا هيضرب في 18000 دهيت في ط على 180 دي مع دي، فيطلع الناتج معاه 100 باي راديان لو هجيبها بالكل ثانيه. دي الاوميجا بلغه الراديان. عايز يجيب التردد طبعا هيساوي ديت اللي هي 18000 ب 2 باي اف، ادي ب 100 باي هيشيل الباي مع الباي، يبقى التردد بتاعه بيساوي 50 هرتز. 50 هرتز. طيب دي مساله خفيفه قوي. طبعا عندي النوع من المسائل بقى ايه ان شاء الله ما يتلخبطش في حوار الزاويه، لما يقول لي مثلا عندي دينامو، طبعا مساله الدينامو هتبقى طويله قوي، هيديني بقى ايه طوله وعرضه، يبقى اداني المساحه ويديني عدد لفاته ويديني كثافه الفيض تمام، ويديني السرعه الزاويه او يديني التردد. ما هم ثلاث الفاظ، سرعه الدوران او التردد او السرعه الزاويه. طيب دول يعرف منهم يطلع منهم. معلش هو مش ممكن برضه يا استاذ احمد يعني يجيب لي دوت من بدايه الموضوع الاي ام اف تمشي معانا 2 بي ال في في
سرعة. اتنين بي ال في انت عاوز زي استنتاج القانون. في ان، يعني انا اقول له دينامو طول ضلعه ضلع الملف كذا، ادي ال ال تمام، ويدور طوله، ما ادلوش العرض كمان، يعني اديله طوله بس طوله بس. وما ادلوش العرض، ويدور طوله بسرعه خطيه كذا متر على الثانيه ايوه تمام. في فيض كثافته كذا، يبقى ادي البي، وكان عدد لفاته 100 لفه، يبقى ادي الان. انا عايز انت قاف عاوز تربط الاثبات، الاثبات. قاف ده الكاف العظمى، يبقى هو هيجيبها بالشكل دوت كده، لان هو بعد كده دي الفي. العظمى. بعد كده بقى لو مشينا مع الاثبات، الفي دي هتنفك بايه؟ الفي اللي هي باوميجا السرعه ار، الخطيه اوميجا ار، باوميجا حيث ار. ار اللي هي ايه بقى؟ الار هنا هتبقى نصف قطر بس الدوران دوت، اللي هو نص نص العرض. العرض. وادي الان، وادي البي، وادي التو. لو خد ال في 2 ار، يبقى بقت المساحه، يبقى بي اي اوميجا، وادي الان. وطبعا ده ايه اللحظي بقى. عشان السنه اللي فاتت قال لك ملف بدور، قال دايما بدور حول محور موازي لطوله. قلت له لا مش شرط، يعني ما احنا بنقول دلوقتي هنا الملف في الدينامو بيدور حول محور موازي لطوله، يعني افرض غير الرافض بيدور حول محور موازي عرضه، يبقى ده حاجه تانية. فلازم احنا عارفين ان دايما الدينامو بيدور حول محور موازي لطوله، ولها سبب طبعا. طيب المسائل بتاع الدينامو دايما هتلاقوا مسائل يا جماعه لما كل الالفاظ والتفاصيل. بس عايزين برضو ايه ناخد بالنا من مساله سريعه في كده هنا اولا، وبعدين ناخد بعدها مساله الازهر دي. دي منحنى جاي منحنى بتاع جاي ذبذبه بتاع كامله، الدينامو. النقطه الف دي، النقطه الف الدينامو نفسه او الملف كان مستوى عمودي على المجال، كويس. فالزاويه بتاعتي اللي باخدها في قانون الدينامو، سيتا في قانون الدينامو بتبقى صفر، والزمن صفر. طب والفيض اللي مر في الملف في اللقطه دي هيبقى ماكسيمم، لان الملف هنا عمودي، عمودي. والاي ام اف والاي هيبقوا صفر. طب في النقطه ب، النقطه ب دخلنا نقطة ب. الملف، يعني ده لو كان المجال، الملف اهو كان كده، بقى هنا هنا الملف هيبقى بقى كده. موازي. فلو اتسالت الزاويه 90 والزمن بقى ربع الزمن الدوري، والفيض اللي مر بالملف صفر. هنا الفيض صفر، يبقى معدل تغير الفيض. بس سواء الاي ام اف والاي بيبقوا ايوه موجب ماكسيمم. كويس. طيب عند ال 180، يعني الملف بقى عامل كده اهو، كان قلب هنا مثلا هنا اهو كويس. اتقلب كده اهو، يبقى هنا قطعنا نص الزمن الدوري والزاويه 180. الفيض هيعتبر ماكسيمم بس في عكس الاتجاه، وهنا هتبقى اي الاي ام ام اف اف والاي قيمتهم بصفر. صفر. وطبعا ده وهي خلاص بقوا سهلين. ماشي. عندي بعد كده سؤال الازهر، ده مهم الازهر بتاع ناخد سؤال الازهر او نجيبه كرسم الملف. ادي ان اس وادي اس، نصفي اسطوانة. في المشهد ده أول سؤال، ايوه ما نوع أو ما اسم هذا الجهاز؟ أقول له ده ما في دينامو. الدور دينامو تيار موحد الاتجاه ثابت، لا موحد مش ثابت، الاتجاه. متغير الشدة، موحد الاتجاه فقط، يعني الشدة متغيرة. متغير الشدة تمام. طب النوع، السؤال الثاني، هل يصلح هذا الجهاز يا أستاذ أحمد لتغذية محول؟ المحول الكهربي بيشتغل بتيار ايه؟ متغير. متغير، بس التيار بتاعه تيار متردد. طب انا لو اديته التغير هنا بس بيحصل فيه تغير؟ هيحصل، هيعمل ايه هنا؟ يشتغل عادي. يشتغل، مش فيه تغير، انا يبقى عاوز ده، تغير. يبقى ده يصلح عادي للتشغيل ايه المحولات. المحول طيب السؤال اللي بعديه هو كان جايب في امتحان الازهر، بس احنا هناخدها بقى ايه بجميع الاشكال. انا هنا عايز قيمة التيار اللي ماشي في الملف مع التايم ده تمام، بدءا من من انهي وضع؟ الوضع المرسوم، الوضع ده موازي. وعايز اي اللي ماشي في الدايرة الخارجية تمام، وده التايم برضو بدءا من الوضع المرسوم، وعايز كمان ايوه ده كله عند دوران مين؟ الملف. الملف اللي بدور. دلوقتي اي اللي ماشي في الملف، الملف بيدور اهو كويس. الملف كده كده طبعا هو بادئ من الوضع ده، وضع الموازي تيار قيمة يبقى انا عظمى. ابتدي من القيمة العظمى تمام. وبعدين اما ادور الملف
كده كده اللي في الملف هيبقى تيار متردد. الملفات دائما اللي فيها تيار متردد بتاع لان الضلع ده نص الوقت بيطلع والنص التاني بينزل. كويس. فاتجاه التيار في الضلع الواحد بينعكس كل نصف دوره، وبالتالي في الملف كله هينعكس كل نصف دوره دائما جوه الملف، فيبقى متردد. يبقى في الملف هيبقى عامل كده. تمام. اما في الدائره الخارجيه، لا، الدائره الخارجيه في اتجاه واحد هيبقى موحد الاتجاه، لان هنا عمليه التقويم الفرشتين ده هم بيعملوا التقويم في الدائره الخارجيه. يعني هنا هبتدي برضو من العظمى. ايوه. ولكن هعمل كده. ايوه، اطلع تاني. كده تمام. طيب هنا لو قال دوره كامله يبقى الطالب لازم ياخد باله انه يقف هنا، يقف هنا بس يفرمل، ما يعملش ولا اقل ولا اكتر بس. وهنا برضو نفس الاداء. طيب نفس السؤالين، عايز اي في الملف وعايز اي في الدائره الخارجيه. ايوه. اذا بقى مين اللي هيدور عند دوران مين؟ المغناطيس مع ثبات الملف. مع ثبات الملف. حلو. بس انا هدور المغناطيس كده اهو في نفس الاتجاه. خلاص هدور المغناطيس. لما اجي ادور الملف هيبقى برضه في سوري، لما اجي ادور المغناطيس هيتولد تيار متردد جوه الملف طبيعي. تمام. بس ابتدي من هنا. ماشي. المهم متردد. ماشي كده اهو، تيار متردد عادي. لان ما انا هقف هنا شويه. دي هتفيدني بيها يا استاذ احمد. انا هنا لما دورت المغناطيس مع ثبات الملف وكان الملف دار بس في عكس الاتجاه. ما هو انا لانه انا ممكن اعمل على السؤال ده مثلا، ادي مجال مغناطيس اهو. نعمل لعبه شويه. الملف دار كده يبقى كان بالظبط. انا لو جبت السقس هي دي كده تمام، وحركت الساق دي حركتها يمينا. فده سؤال تقليدي. ان الطالب هيجيب اتجاه التيار المستحس، مجاله باعتبار ان في دايره كامله يعني. مجاله حرك هي تيار لفوق. طب انا بقى لو جيت قلت له عند تحريك المجال المغناطيسي يمينا مع ثبات الساق، يعني انا بحرك المجال نفسه، يعني الساق هي اللي ثابته والمجال بيتحرك. مش كده كانه الساق هتتحرك هي ايه بس المجال هنا ساق. المجال نازل عمودي على الساق. المجال نازل عمودي. لو اتحرك المجال نفسه يمينا مع ثبات الساق، كده الطالب هيتعامل وكانه الساق بتتحرك يسار. عشان هو بيتحرك. المجال صح كده، المجال بيتحرك يعني. هو ساق محطوطه بس المجال انا كانه بيتحرك. بالظبط. حركت انا حركت ده كده. بالظبط كده. يبقى انا اخد بالي انه مين هنا اللي بيتحرك. كويس. فهنا طبعا احنا لما دورنا المغناطيس في نفس الاتجاه بتاع الملف ده، كان الملف بيدور العكس. طبعا العكس. طب هنا بقى بالنسبه للدائره الخارجيه، عشان دي بتاعت الازهر بقى. دي الدائره الخارجيه تيارها لابد ان يكون هنا بقى متردد. لانه هنا طبعا انا لما ثبتت الملف لغيت موضوع تبديل الحلقه بتبدل لما يكون الملف هو اللي بيدور. تمام. المغناطيس دار خلاص، الملف الحلقه زي ما هي مالهاش قيمه بقى هنا. بالظبط كده. تاني يا جماعه، انا لما ثبت الملف يبقى انا مفيش تبديل لنصفي الاسطوانه مع الفرشتين، وبالتالي هيبقى دول كلهم قطعه واحده كده شغالين زي بعض، هيبقوا متردد. يبقى هنا بنفس الوضع الطريقه هيكون بهذا الشكل. تمام. دي تعتبر اقوى مساله جت في الازهر. في الازهر فن شويه دايما اسئله. طيب هنروح للمحول. انا عاوز اقول في المحول حاجه بسيطه، كل حاجه في المحول يعني نديله بس تعريف الكفاءه بكذا طريقه يعني ليها، وازاي يثبتها، لان المساله اللي جت في امتحان السودان عاوز نوضحها. طيب نبتدي المحول بالقوانين بتاعت المحول. نقول محول تمام، ومحول ابو ملفين عشان دي جت قبل كده. تمام. وعمليه نقل الطاقه بس. ماشي كده. ماشي. المحول الكفاءه بتاعته اولنا باور اس على باور بي. كويس. في 100. الباور اس اي اس في اس. في اس اي اس على في بي اي بي. على في بي اي بي في 100. معلش يا استاذ احمد، ملحوظه بس. الفي اس. الفي اس دي جهد الملف السنوي، اللي هو جهد الجهاز اللي بيغذيه. ولا مش دايما؟ مش دايما. ايوه. انا عايز نقف هنا بقى عشان انا عندي المصدر متردد اهو. وادي ملف ابتدائي اهو. وادي ملف ثانوي اهو. تمام.
وادي مصباحها. ما هو جات له السنه في امتحان تجريبي 2016 99% من المسائل الجهد ده هو بيبقى جهد. هو ده انا بقى بخاف من 1% ده اللي هو يقول لي ان الاسلاك لها مقاومه لها مقاومه وجابها في امتحان تجريبي 2016 تمام. اللي كان يبقى الطالب ياخد باله ان في اس هي جهد الملف السنوي مش بالضروره انها تبقى جهد الجهاز الجهاز اللي شغال لانها مثلا لو انا عندي ده مقاومته 100 اوم مثلا والاسلاك مقاومتها 20 اوم يبقى الفي اس هيتقسم هنا وهنا على الاثنين دول مظبوط. وجت في امتحان دي تجريبي ومعروفه عندهم الامتحان ده. تمام. الفي اس ان بي وهنا الفي بي ان اس في 100 ماشي. السودان انا عاوز اركز على السودان دي. الفي اس يعني جهد السنوي كله اذا قسم على لفاته هيدينا جهد اللفه الواحده يبقى في اس لفه. طب والفي بي على عدد لفاته يدينا في بي لفه. كويس. يبقى ده كده غالبيه مسائل المحول كده اهو. يبقى انا عاوز اوصل لحته كفاءه المحول هي النسبه بين فرق جهد اللفه واحده من لفات الثانوي الى فرق جهد اللفه واحده من لفات الابتدائي ودي تعتبر كفاءه. طيب. ايضا 8 2008 و2016 المحول ابو ملفين ثانويين محاولة ملفين ثانويين نرسم له ملأ بنفس الامام نرسمه له ادي مصدر متردد وادي القلب الحديدي وادي ملف وادي ملف تاني اهو وادي جهاز وادي جهاز هو نفس المنطق اللي فوق هنغش من فوق. كفاءة المحاول هيبقى باور اس 1 زائد باور اس 2 على باور بي في 100 كويس يساوي ده لو الاثنين شغالين مع بعض بشرط ما هو لو واحد مصفي هيقعد بصفر خلاص وخلاص. طب ينفع يجيب ثلاثة؟ ممكن ثلاثة واربعة ويجيب 10 زي ما هو عايز مسائل ماشي. يبقى برضه هيبقى في اس 1 اي اس 1 ايوه زائد في اس 2 اي اس 2 على في بي اي بي في 100 كويس. طب الاداء الثاني بقى عشان ده يهمني قوي بقى هنا ال ان بي واحده بس فالفي اس دي هتبقى في اس 1 زائد في اس 2 في ان بي واحده وفي المقام في بي ان اس 1 زائد ان اس 2 في 100. نقول مثال بس هنعوض سريعا مثلا ملف انت عوضت عن هنا ايه بقى عوضت دي بايه؟ ما هو انا عندي ملفين سنويين ملفين خدت فالفي اس بدل ما هي واحده بقت اتنين والان اس بدل ما هي واحده بقت اتنين ولو هم ثلاثه هعوض بثلاثه ولو هم اربعه هعوض باربعه براحتي وهنقول المساله فين والتركه فين. ملف بلي محو ملف يعني ملفين سنويين محول لملفين سنويين واداني مثلا عدد لفات الان بي واداني الفي اس 1 والفي اس 2 كويس يعني معايا دي ومعايا دي ومعايا دي ومعايا الكفاءه ماشي واداني الفي بي كويس وطلب كل من الان اس 1 والان اس 2 كويس. التريك هتيجي فين؟ ان الطالب هيقدر يجيبهم كمجموع ان الاثنين مع بعض انما يسلكهم من بعض ازاي سهل قوي حسب بما اننا نقع على جانب واحد ايوه فجهد اللفه دي زي جهد اللفه بالظبط يبقى هنا الى هنا في اس 1 كلها على في اس 2 كان ان بالظبط ان اس 1 على ان اس 2. طب انا بقى معايا مجموعهم ومعايا نسبهم يبقى انا حسبت لك المساله حسبت المساله تمام دي الحته اللي فيها. طيب الموضوع نقل الطاقه يا استاذ احمد عشان ده برضو ايه ان جت عليه مساله أصل لازم في الناس اثنين كفاءه هنا بتلخبط فيهم الطالب في كفاءه المحول وفي كفاءه النقل. كفاءة المحول عرفناها وتكلمنا فيها لكن كفاءة النقل نقل الطاقة نقل الطاقة بسم الله نجيب الموضوع من نشوف البداية. الأول موضوع كيف يتم نقل الطاقة باستخدام محولات أنا عندي المولدات في محطة الكهرباء يبقى دي كده محطة الكهرباء تمام. المحولات المولدات دي مطلوب منها تطلع طاقة كهربية كتيرة قوي فالطاقة الكهربية دي عشان تسافر مشوار بعيد لازم نقلل الفقد في الطاقة ولازم برضو في القدرة. الشبكة تبقى رخيصة شوية ان احنا لازم ايه نخلي الاسلاك رفيعة على قد ما نقدر وده بيستوجب مننا ان احنا نحط محولات
عند المحطة محول رافع للجهد. ودي بتيجي في المسألة يقول لي محول في بداية الخطوط الناقلة. ويقول لك نسبة اللف كذا. ما يقوليش رافع ولا خاف. ديت متروكة للطالب. هو لازم يعرف. لازم يعرفها هو، مش لازم يقولها له. لأن عند بداية الخطوط محولات رافعة للجهد خافضة للتيار عشان يخفض التيار فتقل القدرة المفقودة في الأسلاك. تمام. حملنا على أبراج الضغط العالي. كويس. وبعدين وصلنا لهناك. ده أماكن الاستهلاك. كويس. هنا بتحط محولات. عاوزين نرجع بقى. خافضة للجهد عشان تلائم تشغيل الأجهزة المنزلية. خافضة للجهد. ماشي. طيب دلوقتي في السكة بقى إيه اللي هيحصل؟ دلوقتي لو طلبنا مثلا الجهد كان الأول المفقود. وهنطلب القدرة المفقودة، يبقى دي في الأسلاك. القدرة المفقودة في الأسلاك برضو. هيساوي اي اللي ماشي في الأسلاك، اللي هو تيار مين اللي ماشي في الأسلاك، اللي هو الثانوي بتاع المحط، تيار الملف الثانوي في المحول الرافع. بالظبط كده، هو ده تيار الأسلاك. اللي هو ده ماشي في الأسلاك. ده هو 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 هو. اللي هو في الابتدائي هنا برضو، وهو في الابتدائي هنا. يبقى انا ممكن اصلا اديله اي أسلاك اهو. اي أسلاك هو هو تيار الملف الثانوي اي اس رافع بتاع المحط. اللي هو هو برضو اي بي خافض في عند مكان الاستهلاك. ودي ار اسلاك. عادة لما يحب يلعب مع ار اسلاك بيديني المسافة بين مكان التوليد ومكان الاستهلاك 5 كيلو متر مثلا. وانا بقى يبقى عندي ويديني مقاومة الكيلو، وانا اراعي ان السلك لازم يبقى رايح جاي. نضرب في 2 بالظبط. طيب وبرضو ممكن اقول انه ده هيبقى الجهد بتاع الثانوي. تمام. عند الرافع. ناقص الجهد بتاع الابتدائي عند الخفض. يديك فرق جهد. يديني الجهد المفقود في الاسلاك. اللي هو اسمه فرق جهد عبر الاسلاك. بالظبط كده. طيب القدرة المفقودة بقى. القدرة المفقودة هتساوي الفي المفقود في الاسلاك. فاي بتاع الاسلاك. العربي ده مهم يا استاذ احمد ان الطالب ياخد باله منه. اللي هو برضو اي تربيع اللي ماشي في الاسلاك. في المقاومة. فار اسلاك. طيب. اللي هو برضو باور. عند مكان التوليد. ناقص باور. عند مكان الاستهلاك. تمام. طيب فاضل بقى هنا كفاءة النقل. كويس. يبقى بتساوي القدرة اللي وصلت عند مكان الاستهلاك على قدرة المحطة الأصلية. بالظبط. في 100. اللي هي برضو احنا لسه قايلينها. القدرة الواصلة اللي هي القدرة الايه؟ بتاعة المحطة ناقص القدرة المفقودة. بالظبط. يبقى باور اللي عند مكان التوليد ناقص اللي هي مكان التوليد للمحطة. على باور عند مكان التوليد برضو في 100. دي كفاءة النقل. طيب. والمسائل بقى تحل بهذه الطريقة. ماشي. بالنسبة للموتور. معلش هنقول كده كام كومنت. وانا عايز ايه الكومنتات تبقى صور. الموتور عندنا نظري تقريبا بنسبه 100%. حضرتك عندك حاجه في الموتور؟ لا هو في ممكن يجي فيه ارض واسئله يعني. ماشي. طيب الموتور على رسم الكتاب المدرسه. هو الشرح حاجه والكلام حاجه. هو رسم هنا القطبين مقعرين. لكن الشرح كان على اساس ان الايه القطبين مستويين. تمام زي الفل. طيب انا عايز بس الفت النظر لكذا حاجه. أول الموتور جهاز يستخدم لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية. دي الوظيفة والتعريف في نفس الوقت. حلو. ويعمل بمصدر مستمر. كويس. تمام. التركيب في أبسط صورة من ملف يعني أصل خضر بارح الطالب بيجي في آخر الفصل الثالث وكرواته كده وتقوم الدنيا وقع منه. أنا الحتة دي أهو الكلام من كتاب الوزارة. يتركب في أبسط صورة من ملف مستطيل ماشي يتكون من عدد كبير من لفات سلك النحاس. لازم يكون عدد كبير لأنه أنا عايز عزم كبير أصلا. طبيعي. طيب ملفوفة من سلك الحاس ايه معزول ملفوفة حول قلب من على طول. الحديد المطوع. هنا الملف هو مش راسم القلب الحديدي يعني زي ما بتقول كده هو راسم في حتة وبيتكلم في حتة تانية. في قلب حديدي هنا موجود مكون من أقراص رقيقة معزولة عن بعضها البعض للحد من التيار الدوامية. كويس. والملف ومعه القلب الحديدي. الملف هنا بيدور مع القلب وقابلان للدوران بين ايه. وهنا برضو ممكن ده لو انا قارنت بين القلب الحديدي بتاع الموتور
وقلب الجلفانو من ضمن اوجه المقارنه ان قلب الجلفانو ما بيدورش، انما قلب الموتور بيدور، وان قلب الجلفانو مش متقسم، انما قلب الموتور متقسم. طيب بين قطبين مغناطيس قوي، مغناطيس قوي لازم برضه هو عشان زياده العزم على شكل حذاء الفرس، ماشي. ويتصل طرف الملف بنصفي اسطوانه معدنيه مشقوقه الطرفين، واخدين نصفي اسطوانه بالطول. نقف هنا شويه. كان السؤال بتاع دليل التقويم اللي هو كان جايب الان وكده اهو، وجايب ملف تكلم عن ال اهو سؤال اللي هو حطه حلقتين يعني، ايوه وجايب هنا اسطوانه او يعني حلقتين، كان جايب هنا فرشتين ملامسين الحلقتين، وكان جايب نصا كده هنا فولتميتر، وقايل اراد طالب تحويل ده الدينامو، الدينامو المبين بالرسم الى موتور، فقام باستبدال الفولتميتر ببطاريه، تمام. ولكنه فوجئ ان ملف الموتور او الملف لم يضر كما هو معتاد. فسر لماذا لم يضر. هقول له هنا اصلا لكي يدور الملف لابد ان يعكس التيار كل نصف دوره. فين؟ في الملف نفسه. في الملف. انا لما اجيب بطاريه على الوضع ده كده مش هتحقق لي، لان انا لو رسمت وتتبعت التيار في كل مره، هل مثلا في المشهد ده التيار جاي من هنا اهو، اهو ماشي، هيبقى جاي الف ب ج د، بعد نص دوره لو هو دار النص ده وبقى الناحيه دي هيمشي في نفس، هيبقى ماشي برضه الف ب ج د، فالمفروض يعمل عزم يرده تاني، ده المفروض، بس عمليا هيطن واقف عشان القصور الذاتي. فهنا هيحصل ايه؟ هيحصل ان الملف لن يضر لانه لن يعكس اتجاه التيار كل نصف دوره. لم ينعكس. اللي بقى تنصح الطالب بايه؟ اقول له انه يستبدل الحلقتين دول باسطوانه مشقوقه. هنا بقى نروح بقى، يبقى دور الاسطوانه المشقوقه هنا، تمام، ان هي بتتسبب لانه بيتغذى بالمصدر مستمر، كلما كل نص دوره بتقلب بيعكس اتجاه التيار، فيظل العزم المتولد في نفس الايه؟ نفس الاتجاه. يبقى فيه فرق بين نصفي الاسطوانه هنا وفي الدينامو. في الدينامو بتعكس اتجاه، بتخلي اتجاه التيار في الدائره خلال موحد الاتجاه، تمام. اما هنا نصفي الاسطوانه في الموتور بتخلي التيار في الملف في اتجاه متضاد، تمام، يعني عكس بعض، تمام. وهي ماشي، والنصفين هنا معزولان عن بعضهما وقابلان الدوران حول نفس محور دوران الملف. هنا بقى الجمله دي انا عايز احترمها قوي، يكون مستوى الفاصل بين نصفي الاسطوانه، ايوه، متعامدا مع مستوى الملف، مستوى الملف، والخط الواصل بين الفرشتين موازيا لخطوط المجال المغناطيسي، اهو ماشي معاه، تمام. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الترجمه دلوقتي، انا عندي الملف كده كده عنده ايه؟ عنده، خليك معايا جوه، ماشي. الملف عنده مشكله انه في اللحظات اللي هيتعامد فيها مع المجال مش هيبقى عنده عزم، هيحصل حاجتين، تمام، مش هيبقى عنده عزم، وفي اللحظات ولا تيار، لا ثواني بس، ما هو يعني انا كده كده الملف هو متعامد حتى لو في تيار هيبقى صفر، هيبقى ايه؟ العزم صفر، العزم صفر. طب ولحظه ملامسه الماده العازله للفرشتين مش هيبقى في تيار، فهيبقى في برضه ايه؟ العزم صفر. اذا العزم هيبقى صفر في حاله من اتنين، اذا انقطع التيار او اذا تعامد الملف. كويس. يبقى من احسان المنطق بقى انه بما انه دول كده هيضعفوا الدوران، ان انا اخليهم يحصلوا في ان واحد. ايوه. عشان يحصلوا في ان واحد بقى اخلي مستوى الملف هو اخلي مستوى الملف الماده العازله، تمام، عموديه على مستوى الملف، وانه الخط الواصل بين الفرشتين يكون موازي للمجال المغناطيسي، عشان لما يتعامد الملف يتزامن ذلك مع التيار، مع ملامسه الماده العازله للفرشتين، يبقى عدم التيار وعدم العزم، بالظبط كده. طب لو انا بقى ما عملتش كده، وده جه في دليل التقويم، لو احنا ما راعيناش الموضوع ده، ان احنا ايه؟ رحلناها شويه كده، الملف هيعاني من انقطاع العزم في فتره من الفترات، في مرتين، في مرات التعامد ومرات انقطاع التيار، وده هيضعف من اداء الموتور. طيب بعد كده الجزئية التانية برضو اللي هو المحرك والجلفانو، دي برضو جات قبل كده، ده مهم قوي، انه في فرق وفي تشابه. ايه وجه الشبه بين ملف الجلفانو وملف المحرك؟ وجه الشبه ان الاتنين بيعتمدوا على عزم الازدواج. كويس. طب وجه الاختلاف، ملف الجلفانو مش عايز يلف دورات كاملة، بيدور جزء من دورة، بالظبط، جزء من دورة وبيتم بيرجع تاني، انما ملف الموتور لازم ايه؟ يكمل الدورات. فده بقى ادى الى ان احنا بنوصل ملف الجلفانو بملفين الزنبركين وعارفين وظائفهم، انما الموتور
بيتوصل بالصفي. انا عايز الدور على طول بالظبط كده. فالناس تقف عند الفكره دي كده، فكره عمل ملف المحرك هي نفسها فكره عمل جلفان. يبقى دوت ايه وجه الشبه. اما الاختلاف بينهما ان ملف المحرك يجب ان يدور باستمرار في نفس الاتجاه، فتصميم المحرك يقتضي ان يغير نصف الاسطوانه اكس واي موضعيهما بالنسبه للفرشتين F1 و F2 كل نصف دورة. ويترتب على هذا أن التيار الكهربي المار في ملف المحرك يعكس أو يعكس اتجاهه كل إيه نصف دورة. طبعا الصفحة دي ماشي لا هنقف بس حتة صغيرة. إن أول حاجة أخد بالي في دورة عمل الموتور إنه بيبدأ من وضع التوازي، إنما الدينامو كان بيبدأ من وضع التعالي. ده الفرق بين الدينامو والموتور، ده الفرق الأساسي بداية العمل. ولما هيبدأ من الوضع ده، والله أنا لو رسمتها في خيالي هلاقي إن الموضوع بسيط قوي. إن العزم لو مشيت التيار، يعني أنا رسم بطارية، هيكون العزم اول حاجه العزم قيمه عظمى بالظبط كده، وبعدين يتناقص مع الدوران لحد ما يوصل صفر ويستمر بسبب القصور الذاتي، وبعدين يتناقص لحد ما يوصل هيتزايد مره ثانيه لحد ما يوصل للقيمه الايه العظمى. فلو عملت رسم بياني للعزم مع الزمن هبتدي كده العزم الاول كان قيمه عظمى وبعدين يعمل كده يقل وبعدين يعمل كده وهكذا. يبقى دي الاربع. هو سأل في الازهر قبل كده ان العزم في الربع الثالث بيحصل له ايه وفي الربع الثاني بيحصل له ايه. هنا العزم يتناقص في الربع الاولاني ويتزايد في الربع الثاني ويتناقص وهكذا ويتناقص ويتزايد. فالناس تبقى واخده بالها ان دي كده دوره كامله، ده تغير الايه العزم. طيب هنا بيقول لي بقى في الاخر خالص بيقول لي ايه، وللاحتفاظ بعزم دوران ثابت عند النهايه العظمى يعني ازاي نستخدم عده ملفات بين مستوياتها زوايا صغيرة متساوية. كلمة صغيرة هنا دلالة على كثرة الملفات، يعني زوايا صغيرة يعني ما يقولش ملفين اثنين يبقى بينهم تسعينات يبقى زوايا صغيرة يبقى معناها أصغر من 90 يبقى عدد الملفات فهنا هحصل على عزم ازدواج ثابت عند القيمة العظمى. طيب احنا ويقسم الاسطوانة الى ضعف عدد هذه الملفات الاسطوانة المشؤوة تقسم الى ضعف عدد الملفات لان كل ملف بيحتاج الى قسمين متقابلين. طيب احنا والله يا جماعة يعني مش عايزين نطول اكتر من كده، الموضوع احنا ممكن نديله وقت تاني ولكن كده كفاية. ربنا معاكم ان شاء الله نتقابل في الفصل التاني.